اهلا بيكم. غنى له عبد الوهاب وقال له محلاها عيشة الفلاح. كان بيحسده على النعيم اللي هو قاعد فيه، البلد الرايق، بيزرع المحصول، عارف هيبيعه امتى، هيجيب القرشينات، هيجوز البت ولا الولد، هيبني البيت بتاعه، عارف ساسه من راسه، عارف هيعمل ايه وهيجيله كام، وعايش حياته بالشكل ده. ممكن ان انت تحسده، الفلاح كان عنده الارض الزراعية اللي بيمتلكها، وعنده كام راس ماشية، وعنده الدواجن والطيور والكلام ده، وقاعد في بيته ملك اللي هو بنيه. لكن اتدحضر الحال بالفلاح المصري، وعايز اقول لك ان النهاردة ممكن انت تكون ناسي، بس المصري افندي صعب ينسى ان 9 سبتمبر هو عيد الفلاح المصري، عيد الفلاح المصري اللي الدولة المصرية قررت الاحتفال به سنة 52، فات عليه تقريبا 66 سنة. في 66 عيد مروا على الفلاح المصري، حاله يا ترى يا هل ترى كان افضل وبقى الدنيا مدحضره بيه، ولا اموره عامله ايه؟ الفلاح المصري عنده النهارده مشكلات كتيره جدا، واحنا بنتكلم وبنفتتح برنامج المصري افندي بعيد الفلاح المصري. لو هذكر لك عدد من مشكلاته، مثلا عنده مشاكل تتعلق بالسماد. ايه الاخبار؟ السماد اللي كان مقنن في الجمعيات الزراعية بسعر معين، السعر ده ارتفع، الكمية اللي بياخدها الفلاح من الجمعية الزراعية ما تكفيش الأرض الزراعية بتاعته، فبيضطر يشتري من السوق السوداء. يا ترى السوق السوداء دي طلعت ليه؟ طب الدولة ليه لم تنجح حتى الآن إنها تحل مشكلة السماد عند الفلاح؟ بنتكلم على حاجة اسمها نهاية الترع، المية. المية لا، في بعض المناطق الفلاح لا يجد ما يرويه، دي أزمة. عندنا أزمة كمان اللي حصلت بالنسبة لتقنين مساحة الأرز، واللي قرار اللي خدته وزارة الزراعة أو الحكومة تحديدا لترشيد المياه لتقليل مساحة الرز 30%. مين سمع صوت الفلاح النهاردة؟ مين سمع صوت الفلاح اللي عنده ديون متراكمة؟ كان زمان بياخد القرض على الحيازة الزراعية بتاعته من بنك التسليف الزراعي اللي اتدلع اسمه بقى دلوقتي البنك الزراعي. مين تحت قبة البرلمان النائب القوي اللي يطلع يقول ان النهاردة 9 سبتمبر عيد الفلاح، مشاكل الفلاحين 1 2 3 4، تعليلي يا حكومة عودي قدام النهاردة وحليلي المشكلة. انت عارف كم مليون مواطن مصري بيعملوا بالفلاحة؟ هل احنا عندنا احصائية بده؟ هل احنا عندنا احصائية بالفلاح اللي بيسد احتياجات السوق المصري واستهلاكه من الخضر والفاكهة؟ الفلاح ده لو مش موجود ده احنا نجوع. الفلاح المصري اللي بقى ما بقاش يربي اجيال جديدة، ما هو شايف حاله بيأجر الفدان ب7000 جنيه، بيجيب له سماد من السوق السوداء، المحصول يطلعه وزير التموين يتحكم في سعره مثلا. فين القوانين المنظمة لعمل الفلاح؟ فين القوانين اللي موجودة في الدستور تلزم الحكومة على ان الفلاح قبل ما يبدر بذرة البذرة في ارضه الحكومة ضمن انها تشتري هذا المحصول بالسعر الفلاني؟ قضايا كتيرة ومشاكل كتيرة. اتمنى النهاردة بمناسبة عيد الفلاح، عيد الفلاح 9 سبتمبر 1952 انها تبقى مفتوحة ومطروحة. كنت اتمنى اجد في وسائل الاعلام والصحافة، النهاردة كل الجرائد مش جايبة سيرة عن عيد الفلاح. يا اخوانا الفلاح ده حاجة مهمة اوي في البلد دي. الفلاح ده لو نام وما زرعلكش الارض نجوع. 8.5 مليون فدان اللي احنا فرحانين بيهم سببهم الفلاح المصري. بقول لك ما بقاش يربي اجيال، ولاده اتعلموا اما انهم ما راحوش للارض الزراعية او سافروا الخليج او اشتغلوا على توك توك. ما التوك توك لو جايب له في اليوم 100 جنيه او 150، الفدان اللي هيفحت فيه ابوه طول السنه مش هيجيب له 10000 جنيه. خلينا نناقش قضايا الفلاح مع نقيب الفلاحين. معايا على التليفون يا شباب؟ معايا على التليفون. ايوه التليفون يا شباب، معانا على التليفون. الو حاج عبد الرحمن. الو يا فندم. الو. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا فندم، وانا بشكرك على المقدمه الجميله اللي ما سمعناهاش خالص النهارده من اي حد. اشكرك شكرا جزيلا، واشكر قناه القاهره والناس وبرنامج بصر افندي على احساسه الجميل بالفلاحين مصر. قول لي النهارده في 2018 وانت بصفتك نقيب الفلاحين، ايه المشاكل اللي بيعاني منها الفلاح المصري النهارده؟
هو طبعا انا بقول دلوقتي كل سنه وفلاحين مصر بخير. بعد مرور 66 عام على اول عيد فلاح النهارده طبعا شايفين استصلاح اراضي ومش شايفين صلاح لحال الفلاح المصري في يوم عيده. المشاكل المزمنه ما زالت كما هي بل زادت بعض المشاكل. احنا تقدمنا في حاجات بسيطه جدا لكن المشاكل الاساسيه اللي هي قله المياه وارتفاع اسعار المستلزمات الزراعيه من سماد وادويه ومبيدات والات زراعيه وكل ده زاد على الفلاح المصري بالاضافه الى وجود المبيدات المغشوشه. احنا دلوقتي بنقول للفلاح في يوم عيده كل سنه وانت طيب. احنا نسيناك النهارده محدش ذكرك كتير لكن ربنا معاك. الفلاح المصري زي ما قلت حضرتك هو المنتج في هذه البلد، هو 5,700,000 حائل واسرهم 55 مليون لم يذكرهم احد النهارده بكلمه كل سنه وانت طيب. يا سيدي يعني ادينا بنذكره اهو في مصر يا فندم. انا بتكلم مع محمد باشا ده فلاح من ضمن الفلاحين اللي هو المفروض الناس تقول له هو كل سنه وانت طيب. انا المفروض دلوقتي ان انا ليا حكومه وليا جهات تنفيذيه وليا وزاره الزراعه تقول للفلاح كل سنه وانت طيب يوم 9/9. الفلاح ده مش صرصار عشان يتناسى في مصر، ده احنا 55 مليون. انا ما بتكلم بحرقه لان انا كلام بيرم التونسي اللي جاله من الاف السنين لسه بنردده. نقول دلوقتي الفلاح بيقول من الصباح للمساء والمطرقه في ايدي، من الصباح للمساء والمطرقه في ايدي صابر على ذا الاسى حتى في يوم عيدي. بتتعروا من مشيتي والله انا يعتبر انا خجلان ان انا اردد الكلام اللي الاف السنين ما زال موجود ده. هو ليه تهدموني وانا اللي عزكم باني؟ انا اللي فجدلتكم قطني وجتاني واهلي ليله دفنتي ما لبيوش اسفاني حتى الاسيه وانا رايح وسايبكم. بقول للحكومه المصريه الفلاح المصري النهارده في غضب شديد. احنا من 2014 كان المفروض السنه دي يبقى فيه عيد فلاح، يبقى موجود فيه السيد فخامه رئيس الجمهوريه يقول لفلاحين مصر كل سنه وانتم طيبين. احنا اللي بنقول لهم دلوقتي كل سنه وانتم طيبين. الزراعه المصريه اهتمت بمشاريع قوميه كبيره هتنفع الزراعه فيما بعد في المستقبل، لكن الفلاح عايز كلمه شكر، عايز كلمه معنويه، عايز كلمه تقديريه. النهارده بنقول الفلاح المصري فيه 5,000 فدان مزروع طماطم اصابتهم الفيرسه، نقول لوزاره الزراعه يقول ثلج ومن القضاء. مش معقول اللي احنا فيه دلوقتي كفلاحين في مصر. عايزين اهتمام اكتر من كده بالفلاح الراجل الغلبان اللي ما بيطلبش اكتر من ان هو تقول له كل سنه وانت طيب. طب حاج حسين ليه ما تطلبش لقاء رئيس الوزراء او لقاء رئيس لجنه الزراعه بالبرلمان وانت نقيب الفلاحين وحامل صوتهم؟ انا دلوقتي انا بحى صوتي من الكلمات وكل يوم بقول يا جماعه احنا عايزين وعايزين وعايزين. انا خايف امل وخاف الفلاحين يملوا من المهنه بتاعتي. انت صوت 55 مليون ناس، ما انت بتقول عدد الفلاحين في مصر. انا عدد الفلاحين دلوقتي 55 مليون نسمه، ده كلام فخامه الرئيس في عيد الفلاح 2014 مش كلام انا، لان هم 5,700,000 حائز باسرهم يكونوا اكثر من نص الشعب المصري. فانا بتكلم على فئه كبيره. انا راجل يعني فلاح بسيط لكن انا بقول الزراعه دي هي عصب مصر، ولما تموتوش بالفلاح المصري وبالزراعه المصريه لن تقوم لمصر قائمه. مصر عمرها ما هتقوم لا بالصناعه ولا بالسياحه ولا بالتجاره. مصر دوله زراعيه بالاساس وهي سله غذاء العالم ويجب ان تعود سله غذاء العالم. احنا شفنا مشاريع قوميه 100% مرتاحين ليها وتمام، لكن احنا عايزين اهتمام بالفلاح، عايزين اصلاح حال الفلاح مش استصلاح اراضي زراعيه جديده. عايزين نصلح الاراضي القديمه وبعدين نصلح اراضي جديده ثاني. انا بشكرك حاج حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين اللي الحماس واكله
ان هو زعلان ان 9 سبتمبر النهارده الدوله والحكومه ما افتكرتش عيد الفلاح، او قررت تصبح عليه ولا تمسي عليه النهارده. رئيس الوزراء كان يجيب نقيب الفلاحين يقول له في عيد الفلاح النهارده ايه مشاكلك، 1 2 3 وتعالى نحط ايدينا في ايدين بعض ونحاول نحلها. الفلاح المصري اللي بيشكل نصف تعداد الشعب المصري وفق تصريح للسيد رئيس الجمهوريه منذ 4 اعوام. عايزين نرجع تاني، نرجع نشوف ايه مشاكل الفلاح. انا خايف نصحى في يوم ما نلاقيش فلاحين، ما نلاقيش حد يزرع الارض بتاعتنا. هي هنستورد فلاحين من بره؟ لازم نعمل مشاكل. انا عايزك تتخيل كمواطن وانت قاعد تتفرج عليا دلوقتي، لو انت كنت متصور الفلاح ده ياما هنا ياما هناك وبيكسب قد كده، بيأجر الفدان ب7000 جنيه، هات له بقى بيحرت وبيجيب بذور في حدود 2000 جنيه، ماشي، وبيرمي البذرة يقعد جنبها 6 شهور، يشقر عليها، ينزل هو وولاده يستلف قرايبه علشان هو يعملوا معاه الغيط بتاعه، ولما يجي دور في الغيط بتاعهم يروح هناك عشان يوفروا الأيدي العامل، يطلع له محصول، يجي يبيع المحصول، عنده مشاكل في المحصول في البيع. الحكومة الأول كانت بتشتري وبتشتري بأسعار عادلة، يقول لك وفق الأسعار العالمية. النهاردة لا، انا جبت لكم امبارح مثال، وزاره التموين عايزه تشتري طن الرز من الفلاح ب4400 وهو في الاسواق العالميه ب7700، ومعروض عليه من التجار القطاع الخاص 5500. طب معقول نسيب الليله كده؟ لا، لازم قطاع كبير زي ده نروح له ونشوفه.